بعد المسائل اللي هي مغالطات اللي خصها تكون ما تكون شايف يعني عند لوبينيون بوبليك، انه اولا ماشي 3 شهور ديال الوقوف، هذه 33 يوم ديال الاضرابات، في 33 يوم غادي تزاد اسبوع والباقي تعمل عليه برنامج، وبانه لي زور سيبليمونتير اللي كانوا كيكونوا جوج سوايع في الاسبوع غادي نرفعوا، غادي نحيدوا عليهم البلافونمون باش الاساتذه نتعاونوا معاهم ان شاء الله لرفع ولو غاتراباج ديال هذا الشيء اللي فات. اذا هذه ماشي 3 شهور اللي ضاعت. ثانيا سمعت الاستاذ وصديقي كيتكلم على الرياضه وعلى جبناها مع التعليم. بغيت نقول ليه فين كان في 2022 اللي وصلنا للدومي فينال، راه نفس الحكومه، علاش ما قالش علاش جبتوها للتعليم؟ واش يعني احنا مع فقط مع الخاسره ولا مع الرابحه؟ احنا مع الفريق الوطني، خسر ولا ربح يعني نسانده وسنسانده الى الابد لانه فريقنا ورياضة جبناها للتعليم، لأنه المدرسة والشباب اللي في المدرسة خزان كبير للمستقبل، وشفنا بأن نتائج اللي تحولت إن شاء الله، الحمد لله اللي تحولت واللي غادي تعطي نتائج إن شاء الله. ثانيا جا واحد العدد كذلك ديال المغالطات، يعني الحكومة كتخدم مع المجلس الأعلى، الحكومة دارت مشروع قانون ديال التعليم المدرسي اللي صيفطته واللي جاوبت عليه المجلس الأعلى، واللي خدينا بعين الاعتبار بعض يعني المعلومات اللي جات فيه ولي شونجمون اللي طلبوا، دونك حنا كنشتغلوا شد إيجابي مع سميتو. ولكن أنا اللي ممكن نقول لكم، حنا بلي جينا يعني الحكومه ما تسناوش 5 سنين باش نقول لكم غادي نديروا واحد لا ريفورم، وهذا قبل انا غير تسناوني غادي يمكن ثقلت عليكم بالتعليم وبالصحه، غادي نعاود نجي وغادي نعاود نتكلم على التعليم ونتكلم على الصحه وغادي نتكلم على المشكله ديال لومبلوا في بلادنا في المستقبل، وما غادي يحبسني حتى شي واحد، لانه هذاك الشيء اللي ماشي انتم اللي جبتوني، جابونا المواطنين لهنا، والمواطنين عاملين من الاولويات ديالهم التعليم والصحه وكذلك الشغل. فحقيقه تصدمت بلي كنسمع اتحادي كيقول بانه علاش كتكلموا على التعليم وجبتوا لنا التعليم ولا هذا، غادي واخذوك اتحاديين، هذا الدومين ديالكم، وسولوا النقابات ديالكم كيفاش تعاملنا معهم، ولقاو رجال قدامهم في الحكومه والنقابات، يعني هذا الكلام كله نسمعوا اليوم وهذا ما كاين حتى مشكل، ولكن انتم سياسيين، الناس ديال المعقول والناس ديال اللي عارفين الشغيله ديالهم وعارفين الناس ديالهم هما النقابيين. انا جلست 6 مرات مع النقابيين القطاعيين، ما عمرها ما كانت رئيس حكومه غادي يجلس الجلسات الحواريه مع النقابات المركزيه، وهبط 6 الاجتماعات جلست مع الصحه وجلست مع الناس ديال التعليم، ولقينا معاهم الحلول ودافعنا عليهم وكنا كنسمعوا لهم، وهذا ماشي ضغط. حشوم عليكم تقولوا بانه النقابات ما يقدروا ينجحوا بالضغط، النقابات راه تبدلوا في بلادنا، راه عندهم مستوى، النقابات كينيغوسيو، النقابات كيستمعوا كيفهموا، راه تبدلت الامور في بلادنا، الانسان راه خصو يفيق. حنا مع النقابات جلسنا ودرنا الحوار واتفقنا وما اتفقناش، وجاو قالوا لنا زيد هادشي اللي بلي رجعوا لي باس ديالهم، قالوا لهم هادشي ما متفقينش، وقلنا لهم حتى حنا هذا هي لا ليميت ديالنا، هذا حوار اجتماعي ودرناه في واحد الاتفاق، واسمحوا لي ما تعطيوناش يعني دروس في القضيه ديال الامن، حنا ما ضربنا حتى واحد في الزنقه، الناس كانت كدير المظاهرات وكتخرج وكتجي تتكلم وتجي تجلس معايا لغدا في الاجتماع، هذه ديمقراطيه،
هذا الشيء ما شفناهش في يعني في الحكومات السابقة اللي كانت فيها بعض المخطرات كتكون فيها العصا. لا حنا جلسنا واتفقنا معهم وبلي ما كيعجبهمش شحال كيخرجوا زاو وكنقول لهم سيروا والله بصحتكم واش غنديروا لكم، ولكن بلي تكونوا مستعدين باش تحاوروا اجيو جلسوا معنا باش تحاوروا. اذا دابا كتقولوا خذوا مسؤوليتكم، انتم ما خديتوا مسؤوليتكم ما خديتوهاش 10 سنين خصكم الا كنت تجيو تجلسوا معنا في الاجتماعات اللي مع النقابات وتسمعوا واش كيقولوا عليكم. 10 سنين ما شافوا والو نيات والو في هادشي ديال التعليم والو ما كاينش اللي يهضر معاهم والاجر مقابل العمل شكون اللي جابو؟ دابا عاد كتقول لنا علاش كديروه ياك انتوما؟ وهذا مبدا ديالكم ما كانت خليني نكمل عافاك سي سميتو وما كانت وجه اللي كنوجه اللي تكلم اللي تكلم ما كان طالع من الفوق من عليك ماشي انت احنا سمحوا لي لانه اللي غادي يجي حاسبنا اليوم احنا في اطار سنتين من العمل بدينا في التفعيل وهبطنا للميدان وكنصايبوا اللوجيستيك وكنحاولوا نصايبوا الناس في يعني فين غادي ياكلوا فين غادي يتغداوا فين يتعشاوا كنديروا المدارس الجماعيه كنحاولوا نصايبوا الترونسبور كنديروا الكونتوني اللي كيقول لك ما كاينش الكونتوني على هذاك لو بروغرام ديال تحسين ديال الكفاءات يعني المدرسه يعني المتميزه ماشي 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 بروغرام ما مشي 400 الف تلميذ اليوم هذه السنه وعام اخو غادي يدير كذا وغادي كذا ونمشيو حتى 2026 ولا 27 باش نعموا على جميع المواطنين. وهذا الشيء كيطلب يعني لي زيكيبمون كيطلب لي زيكيبمون في وسط القاعه كيزيد لي زيكيبمون سانيتير على برا. اش غادي نقول لك؟ حنا ما لقينا واحد الارث ثقيل لقينا حوايج اللي داو مزيانين ما كنقولوش حنا بوحدنا وجينا وما لقينا في هذه البلاد والو وهي القحط لا وكونتخير لقينا مدارس مبنيه لقينا الناس كيسميتو ولكن لقينا اشكاليات والاشكاليات يعني في هذا الوقت ديالنا اللي حنا كنبشروها خصنا نلقاو لها الحلول. دونك حنا اسمحوا لي العمل ديالنا كنقوموا به وهذا الشيء ديال الستاتيو ديال 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 البيرسونيل هادشي ديال الستاتيو ديال البيرسونيل حنا والله الا فهمتي والله الا فهمتيها لاله ما يمكنش ما تفهميش الستاتيو ديال البيرسونيل والا ما كتفهميش الاساتذه حنا وما تجاوبنيش الله يجازيك بخير هل 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 الحكومه ديالنا هي من وضع نظام التعاقد؟ لا. هل حكومتنا ديالنا هي المسؤولة على الزنزالة 10؟ لا. هل حكومتنا هي من تسببت في ضحايا النظامين؟ لا. مزيان النقد لكن خص الإنصاف وقبل ما تحاسبونا لازم تحاسبوا الناس ديالكم من قبل اللي دازوا من قبل ده باش يكون واحد شوية ديال التوازن. إلا سمحتوا كتقولوا ما احترمناش يعني الالتزامات ديالنا داخل الحكومة. اسمحوا لي احنا فضينا في هذا الاتفاق. احنا قلنا النهار اللي غادي نجيو هذوك الشباب اللي كيدخلوا اليوم واحد الفئة معينة غادي نعطيهم 2500 ديال الدرهم ياك؟ احنا مشينا دابا أكثر لأنه قلنا ولكن واحد لابارونتيز على حساب الاتفاق مع النقابات لان احنا ماشي بوحدنا. السيدة النائبة الله يخليك انا اللي غياخذ كلمة غادي نخرجوا من القاعة من فضلكم سهلوا السيدة النائبة سهلوا عنا المأمورية سهلوا عنا تا هو يسهل عنا المأمورية تا هو لا نشوف اش فيك لا نشوف فيك
شوف احنا عملنا 1500 درهم، عملنا 1500 ديال الدهم ياك ديال الزياده، زدناها 2600 ديال الدهم ديال اوريشيل. هذوك الناس اللي يعني غادي يوصلوا من بعد باش في الاخير سميتو هي حسب معايا. وزدنا لو ثروازيام ايشلون اللي ما كانش، واحد النوفيل ايشلون اللي تزاد اللي هو 1000 درهم باش ما يبقاوش الناس محبوسين. ملي كتجمع هادشي 5000 درهم و 5100 في اخر المطاف. الاستاذ اللي كان غادي يخرج ب 10000 درهم ديال الصالير ديالو اليوم غادي يخرج ب 5000، يعني على الاقل ب 15000 درهم. هذا 50% ديال الزياده اللي كثر من داك الشيء اللي جا فيه البرنامج الحكومي. واليوم خصكم تكونوا مقتنعين بان هذا الاتفاق راه جاب الاجوبه ديال البرنامج الحكومي اللي اتفقنا عليه. زعما باش تكونوا مقتنعين، ما تعاودوش تجيو باش تلوتوا الجو تقولوا ما داروش ما فعلوش، راه هضرنا وغادي نجيبوا ان شاء الله رابيدمون مع السيد الوزير. يعني هو غادي يكمل دابا اخر قراءه مع النقابات على هذا الستاتي، حنا دابا سيبيتاس حنا كنا دابا دوزنا معاهم 5 سنين اللي فات كلها في المدابزه باش يهبطوا لنا يعني القانون التنظيمي الامازيغي القديم، القانون التنظيمي ديال الامازيغيه. فهاد الشيء ديال هاد الشيء ديال القانون ديال التنظيمي ديال التعليم دوزنا 5 سنين وحنا كندابزوا على اللغات. حنا دابا خدامين، حنا كنقولوا بان 62% يعني من الاعدادي الثانوي ديال التلاميذ في لا دوزيام اني راه كيقراو الانجليزيه. دونك نو سوم دون لا ميزون اوفر. دونك اسمحوا لي زعما من حقكم انكم يعني تقولوا اش كيفاش كتشوفوا الحكومه وتقولوا بانه خصنا ناخذوا مسؤوليتنا والمسؤوليه مع المستقبل وهذا، ولكن خصني نفككم في الدور ديالكم في الماضي، واش درتوا واش ما درتوش وكيفاش لقينا الحاله وكيفاش لقينا التعليم. وإلا ما ثقتوش فيا سقسيوا النقابات هما يقولوا لكم. والتعليم هو نقولها ونعاود نقولها، التعليم هو قطاع أولوي وغادي نرجع ليه. وحنا كل ما كنعملوا هو باش النقابة تكون في المستوى ديالها، نشتغلوا معها إيجابيا. وسقسيوا النقابة ديالكم السيد الرئيس على المعاملات كيفاش كانت معهم في يعني في الاجتماع، لأنه له دور أساسي، لأنك تمثل الأستاذ. وحنا كنعتقدوا بأن الأستاذ هو لبنة أساسية يعني في هذا المحور ديال الإصلاح اللي بغيناه. وإن شاء الله غادي نكملوا المسار ديالنا. وسمحوا لي أنا ما عندي حتى مشكل، وقت اللي عيطوا عليا غنجي زعما باش نكونوا واضحين. هنتفقوا على الاسئله، ولكن زعما الغلب الله كانت ظروف اللي هي ديال الصفر ديال هذا ديال السيد الرئيس، مي هذا الشيء اون بلو جيغي زعما ايجابيا في المستقبل. ولا علاقه لاجتماعات حزبيه مع هنا باش نكونوا واضحين. حنا بعد هذاك الاجتماعات الحزبيه اللي كانت غادي تكون هذه جوج سيمانات، سيمانه كنت غريبي وسيمانه مشيت لايطاليا. دونك لا علاقه زعما ما تعطيوناش ما تظلموناش. ولكن انا اللي بقى لي في البالي بانه كنشكركم لانه عندكم واحد الاهتمام كبير بالعمل الحزبي ديال الاغلبيه، وشكرا لكم.